الزمني المخصص لتدخل المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. التعبير المباشر. السلام عليكم. الزور في الأول، معكم سيد على العيادي. أتقدم إليكم اليوم باسم مرشحنا في جبهة القوى الاشتراكية للانتخابات الرئاسية المقبلة، الرفيق يوسف أوشيش. اسمحوا لي في هذه الكلمة أن أتناول نقطة مهمة في البرنامج الرئاسي للرفيق يوسف أوشيش، ألا وهي نظرتنا في الأفافاس اللامركزية الإدارية والتقسيم الإقليمي للبلاد. الجزائر بما تحويه من تنوع وشساعة في أراضيها بحاجة إلى نهج تنموي لامركزي أكثر عدالة وملائمة للواقع المحلي. لقد أظهر النموذج المركزي الحالي حدوده من خلال تفاهة الفجوات الإقليمية مع تقسيم إداري غير مناسب وتركز مفرط في السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى عدم الفعالية في استخدام الموارد. لمعالجة ذلك يقترح مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية إنشاء أقطاب اقتصادية محلية كبرى تأخذ بعين الاعتبارات الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الجغرافية لكل منطقة. ستسمح هذه الإصلاحات بتطوير متوازن ومستدام. الهدف من هذه التنمية الإقليمية هو تشجيع التنافسية والمبادرة المحلية من خلال دعم التجمعات الإقليمية حول مشاريع مشتركة وإقامة منافسة اقتصادية عادلة بين المناطق لجذب المستثمرين وخلق موارد الخاصة بها بصفة مستقلة عن إيرادات الدولة، ويشمل ذلك كإصلاحات مؤسساتنا المحلية من خلال دمج مفهوم الهيئات الإقليمية، إنشاء مؤسسات تنسيق ومراقبة بما في ذلك وزارة دولة مكلفة بالتنسيق بين الأقطاب لضمان تماسك وطني في التنمية الجهوية، إرساء شراكة متوازنة بين الدولة والهيئات المحلية، وتخلي عن نموذج الوصاية لصالح الدعم باحترام للمهام المحلية. على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير الجماعات المحلية، على أن هناك عقبات اقتصادية ومؤسساتية تعيق تنظيف استراتيجية تنموية حقيقية تتخذ القرارات المهمة من قبل الحكومة المركزية، مما يحد من ملائمتها على المستوى المحلي ومع تطلعات المواطنين، تشمل النقائص الرئيسية المركزية المفرطة، نقص الموارد البشرية المؤهلة، عدم كفاية تمويل، مشاكل تنسيق بين الفاعلين، والرقابة الإدارية الصارمة. لمواجهة هذه التحديات سيقوم مرشح الأفافاس بتحويل الهيئات المحلية إلى مساحات للتشاور المواطني والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، كإجراء تقسيم إداري جديد بإنشاء ولايات وبلديات جديدة وفقا لمعايير ديمغرافية وجغرافية، إلغاء الدائرة كمقاطعة إدارية لدولة، إنشاء مجلس وطني للبلدية مزود بإجهزة منتخبة سيساعد البلديات في الإدارة العامة وتصميم استراتيجيات تنمية مناسبة، إعداد قانون موحد للهيئات الإقليمية بتحويل صلاحيات أكبر للمجالس المنتخبة، إعطاء صفة الأمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي، الاعتراف لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي بصلاحيات الضبطية القضائية مع منحهم جميع الصلاحيات المرتبطة بذلك، تزويد البلديات بجهاز الشرطة البلدية، الاعتراف القانوني بلجان القروية ولجان الأحياء كفاعلين في التنمية المحلية، وتعزيز الموارد البشرية البلدية من خلال توفير تدريب إلزامي في الإدارة العامة والتسويق الإقليمي ومدونة الصفقات العامة وريادة الأعمال لموظفين البلديين، إرساء حوكمة محلية تشاركية من خلال تمكين المواطنين من المساهمة في تحديد وتنفيذ مشاريع تنمية المحلية. أيها الجزائريات، أيها الجزائريون، أيها الجزائريون، يعتبر القضاء على التفاوتات الإقليمية خيارا استراتيجيا أساسيا لضمان توازن إقليمي على المستوى الوطني. في هذا السياق يرى مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية أنه من الضروري إنشاء صندوق لتنمية المناطق الريفية والجبلية، اعتماد قانون عضوي لتحديد محتوى التوازن الإقليمي وملائمته في إطار التنمية الريفية والترابية تجاه البلديات،
إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لامركزية تنظيمها على المستوى المحلي ليصبح شريكا للهيئات المحلية، كذلك إنشاء فروع الوكالة الوطنية لجاذبية وتخطيط الإقليم على المستوى المحلي. أيتها الناخبات أيها الناخبون، من أجل تجسيد البديل الديمقراطي، من أجل تكريس المساواة الإقليمية، من أجل إرساء تنمية مستدامة في الإقليم، من أجل وضع أسس الديمقراطية محلية تمثيلية وتشاركية، انتخبوا مرشح الأفافاس يوسف أوشيش يوم 7 سبتمبر 2004، انتخبوا الأمل، انتخبوا البديل الديمقراطي تنمير ثنون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحدثكم اليوم أنا الدكتور فاروق طيفور باسم المترشح للانتخابات الرئاسية للسابع من سبتمبر من سنة 2024 حسن شريف عبد العالي. طبعا أيها المستمعون الكرام كلكم يعني لكم تستمعوا فينا اليوم في القناة الإذاعية، نريد اليوم في الحق أن نفتح معكم ثلاث نقاط رئيسية أساسية جات في برنامج فرصة للمترشح حسن شريف عبد العالي. طبعا المستمعين تاع الإذاعة اللي موجودين في كل مكان لأنها هي الأكثر جوارية واللي تقدر يعني أيضا يستمع إليها المواطن يعني في كل مكان، سواء كان في السيارة ولا كان يعني في مكان منعزل ولا في البيت ولا المرأة في البيت ولا، لذلك فإحنا اليوم جايين نفتح معكم واحد النقاش نعتبره مهم ومهم جدا بالنسبة للجزائريين والجزائريات مهما كانت الصفة تاعه، مرأة ولا راجل، شاب ولا شابة، واحد يقرأ ولا واحد ما يقراش، بط ولا يعني مهم جزائري يعيش في هذا القطر الحبيب اللي هو مسقي بدماء الشهداء. حاجة اللي مهمة بزاف بزاف في هذه الانتخابات الرئاسية يعني وحنا نشوفوها بلي مهمة، علاه؟ لأنه عندنا اليوم 62 سنة، يعني العمر تاع البلاد بعد الاستقلال راهي 62 سنة. ما زلنا اليوم يعني كل مره يعني ونروح الى انتخابات، سواء كي كانت يعني قبل التعدديه ولا بعد التعدديه، ولكن في نهايه المطاف نحوسوا على انه يصرى تغيير، انها البلاد تاعنا تتقدم وتولي كما الدول المتقدمه اللي اليوم يعني راهي تعتبر كي شغل موديل نموذج عند الناس، وازماتها يعني منحصره وقاعدين يعني يتقدموا يوم بعد يوم في كل المستويات، ولكن نحن الى اليوم ما زلنا يعني دائما نطرح سؤال وين رانا رايحين. الشعب الجزائري بشبابه وبكل الفئات تاعو ما زلنا الى اليوم نطرح هذا السؤال كل ما يجي استحقاق، وفي فتره من الفترات للاسف الشديد يعني خلاص يعني ولينا أصابنا اليأس السياسي من أننا ننتظر من الانتخابات يعني شيء يجيب لنا حاجة جديدة، سواء كان في البلدية ولا في الولاية ولا على مستوى البلد. هل راح نبقى وهكذا احنا كجزائريين في كل مرة نطرح هذا السؤال؟ أعتقد أننا اليوم أمام فرصة كبيرة وكبيرة جدا لكي نجاوب على السؤال المهم جدا، الجزائر إلى أين؟ احنا في برنامج فرصة اللي يقترحه عليكم المترشح حسن شريف عبد العالي باغيين نصنعوا للبلاد نظرة للمستقبل تاعها تنطلق من اليوم وتروح للمستقبل. طبعا احنا قرانا نعرفوا الازمات، نعرفوا المشكلات، ما كان حتى واحد يدرس على اخوه، كلنا رانا نعيشوها يوميا، اذا كنت نتكلموا على الازمه السياسيه فالازمه يعني اقتصاديه، ازمه اجتماعيه، ازمه اخلاقيه، ازمه ثقافيه، كل هذه الازمات ولينا يعني نعرفوها وفاهمينها وقادر كل واحد فيكم منا يجي في بلاصه الامن يتكلم عليها بنفس الطريقه، علاه؟ لاننا عايشين في بلاد واحده وعايشين نفس الازمات ونفس المشكلات. بصح كل ما تجينا فرصة نضيعوها للأسف الشديد. طبعا ماشي الجزائريين هم اللي يضيعوا في الفرص على أرواحهم بالرغم من أننا عندنا مسؤولية، ولكن للأسف الشديد الجزائريين يحتاجوا إلى قيادة سياسية عندها فيزيون، عندها رؤية، عندها تشوف للبلاد في المستقبل كيفاش رايحة تكون وتبدأ البناء تاع هذا البلاد من جديد. على هذيك برنامج فرصة يقترح على الجزائريين فكرة كبيرة مهمة ننخرط فيها جميعا، سواء ذروك قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات، من خلال الاختيار تاعنا اللي هي جزائر صاعدة، جزائر نامية، جزائر قوية. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، ممكن، لأن البلاد تاعنا احنا عندها قدرات كبيرة وكبيرة جدا على المستوى الطبيعي وعلى المستوى أيضا البشري. عندنا يعني شعب غير مقلد،
الناس بزاف بزاف ربما يتكلموا على الشعب الجزائري واحد الكلمات ربما قال والله يعني هذا شعب يعني ما يخدمش الشعب كامل. بالعكس الشعب الجزائري شعب واعي، شعب ناضج، شعب عنده عبقرية شفناها يعني أنه مثلا في دائما ما يقلدش الشعوب الأخرى ولكن يبدع النموذج تاعه. باغي اليوم في الانتخابات هذه أننا نديروا نموذج جديد من خلال برنامج فرصة تاع سي عبد الآلي حسن الشريف، من خلال معالجة أخطر قضية في البلاد مطروحة اللي هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ما يلزمش العلاقة بين الحاكم والمحكوم تبدأ دائما متوترة، وما نقدروش بعد ذلك أننا يعني نصنعوا الحكام تاعنا ونصنعوا الخيارات تاعنا ونشوفوا السياسات اللي احنا حابينها، ويعني وهذا كل يوصلوا للحكم اللي يوصلوا للبلدية ولا يوصلوا للولاية ولا يوصلوا للبرلمان ولا يوصلوا لرئاسة الجمهورية، يعني يتبقوا الخيارات. ما نبقاوش دائما الان قاعدين في هذاك يعني الركنه تاع هذه الانتخابات، يعني خلاص راهم دايرينها وحنا نهار 7 من سبتمبر راح نبوانتو وخلاص وهم يديروا ريانهم. هذا الكلام يمكن اننا نغيروه باننا نكون عندنا مشاركه قويه وقويه جدا يوم 7 من سبتمبر 2024 ونختار الفرصه الجديده، لان في السابق ضاعت علينا فرص كبيره، فرصه مع عبد العالي حسني الشريف في هذا الاقتراحات اللي راه يقول فيها في كل الولايات، زار اغلب الولايات اليوم راه ربما في الولاية رقم 30 وما زال يزور الولايات فيما تبقى من الأوقات لكي يشرح هذه الفكرة الأساسية الرئيسية باللي يودي بلادنا راهي محتاجة إلى أننا نعالج الأزمة اللي دائما كاينة ما بين الحاكم والمحكوم. كيف خيرناه؟ همش إحنا اللي خيرناه، ما هوش عنده الشرعية قوية. نريد أن تكون هناك مشاركة كبيرة وكبيرة جدا لكم حتى نعالجوا هذه الأزمات اللي هي دورية عندنا إحنا للأسف الشديد كل يوم، سواء على مستوى البطالة ولا على مستوى القضايا الاقتصادية ولا القدرة الشرائية. ما نقدروش هذه في لحظة نديروها، ولكن أعتقد أننا يمكن عندما نشترك مع من كون عندنا قوة باش نستطيع أننا ننفذ هذا البرنامج. كونوا معنا وانتخبوا حسن شريف عبد العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي المواطنات، إخواني المواطنين الجزائريين، أنا المواطن زيدين قاسمي، ممثل المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 السيد عبد المجيد تبون الذي أتشرف بتمثيله، فباسمه أحييكم تحية حارة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون رجل الوعود والعهود، فقدم وعودا وتعهد بإنجازها في 2019 وهو ما تم وما قام به خلال عهدته الماضية وتحقق منها جلها. وجئنا هنا لنقول للمواطنات والمواطنين الجزائريين أن ينتخبوا عليه وأن ينتخبوا على مترشحنا في هذه العهدة ليستكمل هذا البرنامج وليبني نفس المسار وبرنامج التنمية الجزائرية. اعتمد السيد عبد المجيد تبون على نقطتين اثنتين، فقد سار على حماية مكاسب الثورة الجزائرية، وهي النقطة الأولى، مكاسب الثورة النوفمبرية، ما نسميه بالمكاسب النوفمبرية، وهي حماية الذاكرة الوطنية. فقد وضع آليات عديدة من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية، منها إنشاء اللجنة الوطنية للذاكرة، وهي التي قامت بمساعي كثيرة وحققت أشياء كثيرة وإنجازات جليلة في هذا المجال، من بينها استرجاع الأرشيف الوطني من مختلف الدول، وكذلك مناقشة الأرشيف الوطني واسترجاع الأرشيف الوطني المتواجد في مراكز عديدة فرنسا. ثم إن المترشح الحر عبد المجيد تبون كرم الشهداء، كرم شهداء المقاومة الوطنية، وكرم هؤلاء الذين استرجع جماجمهم من فرنسا، وكان ذلك عملا جليلا ثمنه الجزائريون برمتهم. وإضافة إلى ذلك
اهتم السيد عبد المجيد تبون بالذاكرة الوطنية بمختلف مكوناتها داخليا، وبجمع الذاكرة الوطنية والذاكرة عن طريق الذاكرة المحلية. وهذه الأمور كلها اهتم بها السيد عبد المجيد تبون، كما أنه سعى إلى استكمال وبناء الدولة والمجتمع من خلال مسار الثورة الجزائرية، واعتمادا على قيم نوفمبر 1954. فقد عملت الثورة الجزائرية على ردع العدو الفرنسي، على مقارعة سياسة المستعمر الفرنسي التي كانت تسعى إلى زرع التفرقة بين الجزائريين، والتي كانت تسعى إلى بناء التخلف في الجزائر، والتي كانت تسعى إلى تقسيم الجزائر إلى مقاطعات. هذه كلها معلومة في الأرشيف الوطني. فالسيد عبد المجيد تبون قرع هذه المخاطر ومخاطر اليوم التي تسعى إلى تقسيم الجزائريين فيما بينهم، وقد قرع هذه التحديات رغم المخاطر الأخرى التي تضاف إلى بدايات العهدة والتي يعرفها الجزائريون. فرغم ذلك فإنه عمل على تقوية الجبهة الداخلية وعلى تقوية النسيج الاجتماعي الجزائري، وعلى التعايش، نشر ثقافة التعايش والانسجام بين الجزائريين وبناء هذه اللحمة الوطنية. علاوة على ذلك، كما كانت الثورة الجزائرية قد اهتمت بالمهجر واهتمت بالمهاجرين الجزائريين ونظمتهم وعملت على جعل المهاجر الجزائري مرتبطا بوطنه الأم، مهتما بقضيته الوطنية، آنذاك السيد عبد المجيد تبون سار في هذا الطريق، وفي هذا الصدد اهتم بالجالية الجزائرية، وقد فعل آليات كثيرة في هذا الإطار، كما أنه اهتم بالحفاظ على مكاسب الثورة من الحفاظ على الحدود والحفاظ على هوية الشعب الجزائري بمكوناتها المتعددة، والحفاظ أيضا على الوحدة الوطنية للمجتمع الجزائري، وبنى سياسة دولية راشدة بالدبلوماسية السياسية وبالدبلوماسية الاقتصادية وبالدبلوماسية الروحية التي بناها المترشح عبد المجيد تبون. وفي هذا الإطار ندعوكم للانتخاب على هذا المترشح، على المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، يوم 7 سبتمبر 2024 لاستكمال هذا المسار. وشكرا لكم على حسن الاستماع.